فلم نجد من جميع الأحزاب ومن يقف خلفهم إلا القتل والخراب والدمار. وها نحن نعود من جديد إلى الساحات والشوارع لنقول للجميع: لقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبا ولم يبقى في قوس الصبر منزع، وإننا قد عاهدنا أنفسنا وأهلينا وشهدائنا بأن يكون الحل على أيدينا. وها نحن اليوم مصرين وعازمين على التغيير، ولن نعود إلى ديارنا إلا بوطن حر، وطن آمن وكريم يعيش فيه الكرماء، وفي حال التعرض لهم بأي شكل من الأشكال أو قمعهم سيكون لنا رد فعل لم تشهده الساحات العراقية من قبل، وسنستخدم كل الوسائل المتاحة أمامنا. نطالب مرجعية النجف المتمثلة بالسيد علي السيستاني أن يكون لها دور كبير في حفظ دماء المتظاهرين وإزاحة وإبعاد هذه الأحزاب التي دمرت هذا البلد.